تنمية بدون إصلاح التعليم. عظيم. طيب حضرتك ترشحت ليه؟ وهل حد طلب من حد تترشح ولا كان قرار حزبي واضح؟ أولا الترشح أنا صاحب المبادرة وأول من أعلم ترشحه في مصر في انتخابات رئاسة الجمهورية هو أنا. نعم. ولي لقاء سابق مع حضرتك في ذلك في مداخلة. نعم. واحد ترشحت الحقيقة يعني تواصلت مع أعضاء الهيئة العليا. نعم. مش لأرشح نفسي. نعم. ولكن لأعرض فكرة وضرورة أن حزب الوفد باعتباره الحزب الأكبر وحزب طبع. المعارضة طبع. الأولى الأول في البلد أن لا يفوته هذا الاستحقاق الكبير. هو مهم للحزب ومهم للبلد. نعم. وطرحت فقط فكرة وضرورة أن احنا نترشح. فكانت المفاجأة لي أن كان هناك إجماع. نعم. من الهيئة العليا. من الهيئة العليا. نعم. نعم. نعم ننزل الانتخابات ونعم نرشحك. وفوجئت أنهم طلعوا كشف. نعم. وكتبوا محضر حضور وأسماء وتم التوقيع عليها وحصلت على كل من حضر اللي هم تجاوزوا 90% من أعضاء الهيئة العليا وتوالت بقى المرأة والشباب ورؤساء اللجان حتى بقى ما يشبه الإجماع موافقا من حزب الوفد وكملت. هذا من ناحية الحزب. عظيم. الدخول الانتخابات ليس استحقاق حزبي فقط وليس استجابة لنص المادة 5 من الدستور. نعم. من الحياة السياسية قائمة على تعدد السياسي. نعم. والحزبي. ولكن في الظروف التي تمر بها مصر. نعم. هو واجب وطني. البلد في مرحلة تقتضي هذه المشاركة. نعم. من أجل وأنا حطيت عنوان. نعم. دخول الانتخابات إنقاذ مصر. وعندما أقول إنقاذ الإنقاذ لا يكون إلا لشخص حي يعني في أمل. الشخص الميت من شدة جثته. نعم. لا إنقاذ في أمل في إنقاذ مصر ولكن أن نكون جادين ومخلصين في ذلك.